بعد ما يروح الأب إلى الغوص يسافر، يعني الغوص يصير 4 شهور في البحر، يروحون يجيبون لولو يدورون على اللولو 4 شهور. الأم هي اللي محرك البيت كله، هي اللي تدبر البيت، هي الأم وهي الأب في نفس الوقت. من بداية الصبح مثلا توعيك، تمشط شعرك، توديك للمطوعة، ترجع شغل البيت اللي عندهم. طبعا البيوت كانت مش مثل الحين، كانت من سعف في البيت اللي هي نحن يقولون عنها خريجة، وحاليا يقولون بئر في البيت اللي يغسلون فيه الأواعي والوعيان وينظفون البيت. طبعا الأم تصحف، طبعا فيه عندهم أغنام ودجاج وبقر للحلب، ما عندهم فراغ، ما كان عندهم فراغ، طول اليوم تشتغل في البيت، حرام تروح تودي وتيب وترد تشتغل وترد تخم وترد تسوي وتأكل، وعقب يشلون الأكل، وعقب الأكل الظهر شوي ينامون لين يذن العصر. شو مسوين يطعمون كذي وانت تطعمين؟ وما على طول الحياة كذي، ما حد يأكل أكل بروحه، كل الفريج يأكل مع بعض، هالشكل حياتهم كانوا، كل المنطقة عائلة واحدة، فريج واحد، عيالهم مع بعض.